اسمه نجم الجامعة، وشارك فيه حوالي أكثر من 30 أو 40 فنان من الجامعة في مسرح الجامعة، ودلوقتي يعني نجوم الوطن العربي كله. فكان الأستاذ شادي أحد نجوم المبادرة اللي شارك في الفيلم، وقال لنا معلومة مع عميد الجامعة عشان ما كانش عاوز بس، ولا عايزين نسمعها. واحنا طلبه في الجامعه ما كناش بنكتفي بالتمثيل فقط في الجوائز والمهرجانات، انما كان لنا دور ثاني واشهد عليه الاستاذ طارق واشهد عليه الاستاذ جميل شوقي، الناس اللي دخلوا الجامعه العربيه. احنا كنا بنسافر لاقاليم ومحافظات مصر وبنقدم عروض مسرحيه في جميع محافظات مصر. وصل بنا الحال قبل حرب 73 اننا كنا بنعمل توافق فنيه للجبهه، وكنا بنقدم عروض مسرحيه تحت الارض للجنود وسط الشعب. وبعد حرب وانتصار 73 سافرنا ايضا وعدينا ووقفنا على خط برلين وفرحنا زي جنود بالفعل. الجامعه كانت متفقه وكانت بتطلعنا كل سنه اسكندريه. رحنا صيفين وكانت يعني وكانوا بيدونا في اليوم 32 قرش، بس كنا بنبقى فرحانين بيهم جدا. وكانوا بينزلونا في بيت شباب اسمه بيت شباب الشرقي، كان في ظهر مسرح هرم التكسير. لا ما الشباب لازم يعرف، ما كناش مدونا من زيهم. المهم رحنا بيت شباب الشرقي ده ودخلت نجوم كبار وفتحت شباك العنبر، فلقيت خشبة مسرح هرم التونسي، وقفت بصيت وتمنيت وسألت نفسي، هل يا ولد ممكن في يوم من الأيام أقف على خشبة هذا المسرح؟ ونسيت الحكاية وابتديت أشتغل، وبعد كده اتعينت في مسرح الطليعة ب 42 جنيه ونص في الشهر. ورحنا اسكندريه وكان اول عرض اخراج الاستاذ سمير عصفوري، وكنا على مسرح هرم التونسي، ودخلت المسرح في مشهد الفيلال وخدت التحيه وانحنيت ورفعت راسي، بصيت على الشباك اللي انا كنت بقف ببص فيه على الممثلين، شفت نفسي. شفت نفسي وافتكرت الايام الجميله دي، وقلت الحلم مهما كان صعب ومهما كان المشوار طويل لكنه سهل اذا كان في اراده ويقين ورغبه في النجاح.